السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بناتي وولادي بنات الصف أولاد الصف الأول ابتدائي. هنحل النهاردة ناخد تدريبات عامة اللي احنا خدناه كمنهج كله. أول سؤال، اختر إجابة صحيحة. اختر إجابة صحيحة بين قوسين. أول سؤال، 3 آحاد. 3 آحاد دي هتنزل هتساوي كام؟ 3 ولا 30 ولا 1؟ الآحاد يا مس بتنزل زي ما هي، يبقى الآحاد هتنزل كام؟ 3. 5 عشرات، ها 5 ولا 50 ولا 10؟ ال10 بتنزل معاها 0، يبقى هاخد كام؟ 50. 7 زائد 3، 7 في مخي والتلاتة على ايدي، بعد 7 8 9 10، بناتي كام؟ 10. 9 ناقص 2، 9 على ايديا ونقص منها 2، 1 2، يتبقى كام معايا؟ 7. العدد التالي للعدد 35، التالي يعني ايه التالي؟ يعني اللي بعده بعد 35، 36 و37 و38، طبعا كام؟ 36. العدد السابق للعدد 8، السابق يعني ايه السابق؟ يعني اللي قبله. اللي قبله ممكن اقول ايه؟ هنقص 1 من 8، او 8 ها هنقص من 1 بقى كام؟ 7. يبقى السابق اللي قبل 8 مين؟ 7. 46 و16، يلا عايز اشوف الاكبر. ها قدامي رقمين، هبص على خانه العشرات واشوف مين الاكبر، يبقى هو الكبير. 4 اكبر 40 ولا 10؟ طبعا 40 هي الكبيره، يبقى 46 هي اللي اكبر، باخد اول علامه. العدد الناقص بخط الاعداد، ها هبص على خط الاعداد، طبعا بيبدا من الشمال 0 1 2، واحط هنا كام؟ سامع شطور بيقول لي 3 ونص، يبقى انا حطيت نقطة 3. العدد 5، عدد 5 بالصيغة الرمزية هحول ايه؟ ها 2 ولا 5 ولا 6؟ طبعا 5 اهي، انا عارفة الرقم، الكلمة دي ده رقمها. العدد 9 بالصيغة اللفظية، لفظية يعني ايه لفظية؟ يعني بالكلمات او بالحروف. ها دي 9؟ لا هي مش 7، دي 9؟ اه دي كلمة 9.